معنا الأستاذ رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب للحديث أكثر حول التطورات العالمية. مرحبا بك رائد. طبعا نبدأ من الموضوع الأساس فيما يتعلق بالانتظار اجتماع الفيدرالي. ما هي البيانات الرئيسية التي ستركز عليها الأسواق حاليا رائد؟ من غير المتوقع نهى أن يكون هناك تعديلات كبيرة بالقرارات الفيدرال الأمريكية لإبقاء أسعار الفائدة على مستوياتها المنخفضة ما بين 0 إلى 0.25%، ولكن ما سيتم الإشارة إليه أو الانتباه إليه أكثر هو التوقعات الاقتصادية التي تم تأجيلها من الشهر الماضي إلى هذا الشهر. طبعا كان التأجيل بنتيجة أن هناك ضبابية رؤية غير واضحة بسبب كورونا والإغلاقات الاقتصادية وإجراءات العزل التي الوقائية من كوفيد 19. الآن يعني ننتظر يعني مدى تحسس الفيدرال الأمريكي لخطورة الموقف وإلى ضرورة أن يكون هناك تعديلات في التوقعات الاقتصادية بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه البروجيكشنز تبع أسعار الفائدة عن الربع الرابع وعن الثلاثة أعوام لا تزال غير منطقية بعض الشيء، خصوصا بعد أن يعني خفض أسعار الفائدة بشكل حاد وهي عند مستويات منخفضة عند 0%. لا تزال البروجيكشن عن Q4 أو التوقعات Q4 أن تكون أسعار الفائدة عند 2.1% بالنسبة للفيدرال ريت، وهذا يعني بعيد نسبيا. أيضا ما ننتظر إليه هو أو ننظر إليه من قبل الفيدرال الأمريكي الإشارة إلى موضوع سوق السندات وإلى التوجه إلى التحكم والسيطرة على الكيرف أو المنحنى عوائد السندات الأمريكية، وحتى لا يكون هناك يعني حالة حادة، خصوصا أنه في عنا يعني التوجه إلى أن يكون هناك مزيد من التيسير الكمي، توسع البرنامج بحده الأدنى وبحده الأعلى. برنامج التيسير أصبح من 250 مليون أو حتى يعني رفع السقف العلوي لهذا البرنامج. ما نريد الإشارة إليه أنه الفيدرالي يتمهل حقيقة في ضغط أو كل الأدوات الموجودة لديه حتى يكون لديه مقدرة لمكافحة الأرقام الاقتصادية السيئة التي ستصدر عن الربع الثاني. نحن نعلم أن البيانات الربع الثاني سوف تصدر يعني بعد نهاية الربع الثالث، تبدأ تصدر لدينا بيانات الربع الثاني، وهنا سوف تكون الضغط الحقيقي والبيانات سلبية بشكل كبير، وسوف نجد أو نرى أن الفيدرال الأمريكي سيتجه إلى تخفيف سوء هذه البيانات من خلال إجراءات جديدة وتيسيرات جديدة وربما توسيع أكبر في العجز في الميزانية الفيدرال الأمريكي لصالح برامج تيسير أكبر واستهداف شركات صغيرة أكثر. يعني حتى لما نحكي 250 مليون يعتبر يعني هذا سقف شركات متوسطة إلى كبيرة ولا يدعم حقيقة الشركات الصغيرة. نقطة أخيرة أنه الفيدرال الأمريكي يريد أن ينظر إلى القراءة النهائية لسوق العمل الأمريكي، وهل فعلا هذا التحسن اللي رأيناه في بيانات الوظائف بإضافة 1.5 مليون سوف يستمر للشهر القادم أو الشهر الحالي إن صح التعبير، أم أن هناك توقف وضغط على قطاع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم. طيب رائد، اعتمادا على ما يمكن أن يقره الفيدرالي في هذا الاجتماع، كيف ستتحرك أسعار الذهب؟ يعني الذهب حقيقة بعد أن تعرض إلى الضغط بشكل كبير نتيجة عودة أسواق الأسهم للارتفاعات والبي شيب ريكفري التصحيح الحاد الذي حققته أسواق الأسهم الأمريكية وعلى رأسها الناسداك الذي تمكن من تحقيق حتى قمة تاريخية جديدة بنتيجة دفع قطاع التكنولوجيا إجمالا، أعتقد ذلك أثر على الذهب بالاتجاه الهابط، ولكن سرعان ما عاد الذهب ليترجم برامج التيسير النقدية التي يمكن أن يتم اتباعها بشكل أكبر من قبل الفيدرالي ولفترة ممتدة أطول. يعني المدة الزمنية تلعب دور مهم جدا في إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية. إذا تحدثنا عن العام القادم كاملا أن يكون مستوى الفائدة عند 0%، بلا شك سوف يضغط ذلك على أداء الدولار الأمريكي، وكل السلع المقيمة بالدولار الأمريكي سترتفع، منها النفط والذهب كذلك الأمر، وهذا يفتح آفاق
أفاق جديدة لمزيد من الارتفاعات في الذهب المعدن الثمين الذي يعد ملاذا آمنا، وفي نفس الوقت هو مقيم بالدولار الأمريكي فهو خزان للقيمة ويكافح التضخم، وبالتالي بلا شك يعني سيكون الرد من أسعار الذهب هو بعد اختراقنا من مستويات 1750 دولار للأونصة سوف يفتح المجال لمزيد من الارتفاعات قد تفوق 1800 دولار مع نهاية هذا يعني الربع اللي نحن موجودين فيه وبداية واقتراب أكثر من الربع الرابع من العام الجاري. هذا من المتوقع أن تفتح آفاق أسعار الذهب ما بين 1800 إلى 2000 دولار للأونصة بظل وجود تحفيز واستمرار واستدامة في هذا التحفيز لمدة قد تزيد عن عام إلى عامين، وهنا سيستفيد الذهب بلا شك من هذه المعادلة. وبشكل سريع ماذا عن أيضا عن تحركات النفط؟ يعني أقل من دقيقة معنا رائد، تفضل. يعني النفط تم تحقيق ما يجب تحقيقه من خلال تحقيق آلية التوازن من قبل الأوبك بلس والضغط على المعروض النفط، معروض النفطي ما يحتاجه النفط. عاملين العامل الدعم الأول لمزيد من الارتفاعات هو ميال أكثر للارتفاع هو الفيدرالي الأمريكي وبرامج التيسير والضغط على الدولار الأمريكي كعملة مقيمة لهذه السلعة، ومن الجهة الأخرى ما هي النتاج إعادة فتح الاقتصادات العالمية وإعادة الطلب الحقيقي، ما كان يتم حدوثه طلب مبالغ فيه من الصين للتخزين بشكل أكبر من إعادة فتح المصانع. الآن ما ننتظره أن يكون هناك استخدام فعلي، وهذا يتم قراءته من خلال انخفاض في المخزونات واستهلاك الكميات المخزنة وبالتالي طلب جديد يتم خلقه في الأسواق. أشكرك رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.